السلام عليكم. زراعة الأسنان، فكرة المسمار اللي بيدخل في العظم أو البرج اللي بيدخل في العظم من الأفكار المزعجة اللي بتخوف الناس جدا جدا، وبتبقى الناس ما عندهاش استعداد لأن هي حاسة إنها هتتوجع، ولأن حاسة إن الموضوع فيه فتح وفيه خياطة ومش هيظبط وكده. إحنا خلصنا زراعة فك علوي كامل، خدنا وقت قد إيه؟ يعني بالكثير ربع ساعة، 10 دقايق بالظبط. انا حاسبها بالستوب ووتش 10 دقايق. 10 دقايق احنا ما فتحناش، ما عملناش خياطه، ما عملناش جراحه، حطينا 6 مسامير او 6 زرعات او 6 براغي في 10 دقايق بدون ما نفتح وبدون ما نعمل حاجه. طبعا اكيد ما كنتش ده اللي انت متوقعه. طبعا صح؟ طبعا كنت متوقع، كنت خايف جدا، كنت خايف جدا وترددت شويه قبل ما تعمل زراعه ودخلت القرار. أيوة والله، أيوة والله ترددت كتير كمان بسبب العوار. الحمد لله الزراعات اتعملت، والعوار كان كم من 10 واحنا بنشتغل، او الوجع او الالم كان كم من 10؟ 0 من 10 واحنا بنشتغل. بعد الشغل يا فهد باذن الله هتحس بالم من خفيف لمتوسط، تمام، وارتفاع الموج متر ونص. الالم بعد الجراحه بعد الزراعه اللي من غير جراحه بيكون خفيف جدا جدا جدا. حبيت البنادول باذن الله بتضيعه ان شاء الله. منتظركم ان شاء الله.